أهلا وسهلا بك يا أستاذة. أهلا وسهلا بحضرتك. نعرف بقى من حضرتك، مدارس مصر المتميزة ماذا تقدم للطالب المصري اليوم؟ هي المدارس ماشية على خطين، طبعا تطوير البنية التحتية للمدرسة وتطوير الناحية الرياضية. يعني الطالب مثلا بدل ما هو بيلعب بره في أندية، لا، الطالب دلوقتي بقى هيبقى مرتبط بمدرسته، هيبقى عنده انتماء للمدرسة. بدل ما حضرتك عارفة النوادي بيبقى فيها الكويس والوحش، لا، دلوقتي الطالب هيبقى هو وأصدقائه. بالليل هتفتح قدامهم المدارس دي تاني وهيمارسوا الأنشطة اللي هم عايزينها من خلال المدرسة. يعني الاهتمام بفكرة الرياضة والتعليم في نفس الوقت، أو القدرات والمواهب في نفس الوقت. إيه كمان مميز في مدارس مصر المتميزة حتى على صعيد أو على مستوى التعليم نفسه أو المناهج والمحتوى وكده؟ لا، هو المحتوى كله وزاري، مفيش تغيير في المحتوى. المحتوى من الوزارة، نازل من الوزارة. لكن إحنا كمدرسة فرنسية بنعتمد كل الاعتماد في اللغة على الأنشطة. توصلوا للطلبة المنهج كله أو المحتوى كله بآلية مختلفة اللي هي الأنشطة، صح كده؟ بالتكنولوجيا زائد الأنشطة. ده أمر مهم طبعاً. طيب، أنا بشكر حضرتك شكراً جزيلاً. أستاذة دعاء حسن، مديرة إدارة مدارس اللغات الفرنسية، أول مدرسة بدأ فيها مشروع مدارس مصر المتميزة. مسألة مهمة، وبنستعرض التجارب المختلفة في التعليم، وحتى ما كنا بنتناقش دلوقتي في فكرة التطبيق ومسألة تصحيح الأسئلة المقالية، آليته تبقى إزاي، هل هي إلكترونية ولا بشرية. يعني مهم هنا بس نحط إطار عام، إحنا ما بنرفضش التجارب الجديدة أو بنرفضش القرارات الجديدة أو الإجراءات الجديدة، لأنه أكيد الإجراءات دي الهدف منها هو تحسين المنظومة أو تطوير المنظومة، لكن بنتناقش فيها لأنه أحيانا ممكن يبقى التطوير دوت يعني غير مستوعب من الناس بشكل كافي، فبالتالي نغرق في تفاصيل أو نغرق في فكرة عدم الفهم توصلنا لمشاكل كتير، وتخلينا بقى يعني نتغافل عن الجوهر نفسه في مسألة تطوير التعليم.